للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل حساني. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. أستاذ كامل، الأنباء تتحدث عن مغادرة 200 موظف أمريكي للعراق على خلفية التوتر بين واشنطن وطهران. إلى أي مدى ترى أن طبول الحرب تقرع بين أمريكا وإيران؟ والله من خلال الأخبار المتابعة أعتقد أنه موضوع الحرب مستبعدة إلا إذا فعل هناك خطة إيرانية لتحريك ميليشياتها في العراق أو في المنطقة للتصدي للقواعد الأمريكية أو المصالح الأمريكية أو للدول المتحالفة مع أمريكا، ربما تصدى إلى القوات الأمريكية في نشاطات عسكرية محدودة لا تتصل إلى درجة حرب. نعم، هل تعتقد أن المواجهة ستكون مباشرة يعني في ظل تحريك أمريكا لحمل الطائرات وقاذفات باتجاه الخليج؟ نعم، أعتقد ستكون مباشرة ومحدودة في أهداف محددة قد تتعلق بمناطق استراتيجية داخل إيران ولتكون المفاعلات النووية أو محطات التوليد أو أماكن الشحن النفطي، يعني بهذه الحدود. أما حرب شاملة وجنود سيطرون على الأرض هذا مستبعد، خاصة مع تجربة احتلال العراق والمزاج الشعبي الأمريكي الرافض لأي نوع من الحرب. نعم، في دراسة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تقول الدراسة بأن إيران تخطط لاستخدام العراق كقاعدة للحرب، ما الأدوات التي تعول عليها إيران حتى تتخذ من العراق منطلق لها؟ يعني هذه الدراسة أعتقد دقيقة، إذا حصل نزاع أعتقد إيران تستخدم ذراعها وهي هي عصاباتها وميليشياتها ونفاياتها في العراق لتحريكها، وهي جربتها ونجحت حقيقة. هذا وسائلها الذكية، نجحت في تخريب مشروع حرية العراق بعد التغيير، ونجحت بتكرار التجربة في سوريا وفي اليمن، وإلى الآن تجربتها في تحريك هذه العصابات والميليشيات ناجحة، وربما تكررها في أي نزاع وأي خصومة مع أمريكا. هذا وارد جدا. نعم أستاذ، يعني الميليشيات برأيك هي سلاح إيران لضرب المصالح الأمريكية في العراق؟ نعم بالتأكيد، الميليشيات وهي العصابات هذه أفضل طريقة لإيران، لأنه هذه العصابات لا تملك عقيدة عسكرية ولا عقيدة أخلاقية ولا عقيدة دينية، عقيدتها هي الإجرام والاستهداف البسطاء واستهداف المنظومات حتى تحقق أغراض القتل والخطف والتجاوزات، ونشهد حد الآن العراق يشهد تخريب عام بسبب هذه الأذرع الميليشيات. أستاذ كامل الحصاني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.